تمرقش لحظة ما تشوف عيوني. أنا ما بديش قلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، أنا ما بديش قلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، بكفيني اللي بحبي هيدي الكلمة بتسألني. أنا ما لحظة ما تشوف عيوني، أنا ما بديش قلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، أنا ما بديش قلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، بكفيني اللي بحبي هيدي الكلمة بتسألني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب بخير. ورجعت لكم فيديو جديد اللي هو فيديو التحديث، وطبعا تأخرت عليكم كلش لأن شوية مريض وهستسمع صوتي، بس قلت لازم أصور الفيديو اليوم لأن صار هواي من جد التحديث ولحد الآن ما صورت ولا نزلت شي. فإذا كان صوتي يعني مفهوم أو شي غلسو، المهم راح أوضح لكم الأشياء ضافوها والشغلات الجديدة بالتحديث، وأشرح لكم عدبل مانور وغلسو عن صوتي مرة ثانية. المهم خلينا نشرح الحدث على السريع. طبعا خانة الأولى شحن، هذين النبارتات يطوك ياهن وتسويهن، طبعا تروح أول شي 101 راح يوديك للغابة وكله إشارات وشغلات بسيطة، يعني مهمات بسيطة. هذني كل يوم ينطوك وحدة منهن معروفات، يعني كل يوم هدية. هذا الحدث أتوقع لسه ما بدأ، شو يقول إيفيت هات هازنت ستارتيت، يعني لم يبدأ الآن. شباب هذا حظي نصيب. شلون حظي نصيب؟ خلي أراويكم. تروحون للكام او مدينة 101 اللي ما داخل كام، طبعا متخربط كلش فلونزا وقحة وهاي، فحتى صوتي منتهي بس تدللون. خلي اشرح لكم شغلات. اليا نصيب يطوك هيك ثن الصور، فانت شو تسوي؟ تصورهن. يعني مصورهن، يعني ذن تصور خمسة من هاي القطع وهاي وحدة، وهاي الثانية هنا أنا مصورها لحد الآن، هاي الثانية يعني إنها موجودة هواي مكانات بالكامب. هاي الثالثة قدامكم تشوفوها رايح لها، وهاي الرابعة هنا أنا هنا كل يوم تصور خمس، هاي الرابعة وهاي الخامسة وهاي السادسة تصور خمس، يعني خمسة راح يعطيك قطع. وين هو اللي نصيب؟ راح يعطيك يعني انت وحظ قطع من هذا. من يصيرون خمسة كاملات تضغط على هذا هاي الوردة اللي قدامك اللي بيها مثل اللاقة او الهدية هاي اللي هنا قدامكم شوفوها، الضغطون راح يعطوكم وحدة من هذا الشغلات. طبعا شباب يعني لازم تجمع خمس انواع من هذا الاشكال، يلا تقدر تفتح وحدة من هاي الهدية. هاي الخانة الخامسة ايش عندنا بعد؟ خانة الطبخ هاي 101 يبدك اليوم الحدث اتوقع بالثنتين او بالوحدة، هاي كاتبين لك الوقت بالساعة 10 توقيت اللعبة وينتهي الساعة 14 يعني الساعة 2. هذا ان الصناديق اللي نصيب يعني تقدر تشحن لهن او يطوك بالهدايا. هذا المهمات ماكو داعي كل يوم عايزين اشرحهن. والماركت قدامكم، هذا ان اول ثلاثة تكونون للتشلب، وعندكم هذا الصندوق. هذا الصندوق هنا هذا الياسب اللي قلت لكم عليهن من هنا، بس يعني انت وحظك. اكو بدلات يطلعن 30 يوم، واكو بدلات داميات يعني اكو مرجوحة وما ادري شنو هاي السوالف. هسه كملنا شرح الحدث على السريع. طبعا اضافوا هنا مرجوحة، هنا خطوة لها هسه مو وقت مرجوحة،
اضافوا هاي المنطقة اللي هنا لان البيوت الدبل مانور، اهم شيء الدبل مانور، بيتك انت وشريكك يعني بيت واحد مثل ما راويتكم من الساعة. فخلي اراويكم هسه اشرح لكم شلون تحصل على الدبل مانور. طبعا شباب كل 5 ايام او كل 6 ايام راح يصير هنا مزايدات على البيوت الدبل مانور، راح ياخذوها 5 اشخاص. هذا البيوت هنا الدوس، هاي الدوس جو بيت، هسه انا اشتريت هاي اغلى شي صار عليها ب 85، اشتريتها يعني 85 ألف ذهب لمدة 6 أيام. هذا اللي هنا قدامكم. بس شباب يعني حسب الكام، يجوز صاحب الكام يتفق يعني أسعار قليلة، مثلا كل بيت 2000 أو كل بيت 4000، ويعني ما حد يزايد عليه يقل لهم مثلا كل أسبوع ينطوا ال10 أشخاص، هم 5 أشخاص بس وياهم شركائهم يعني يصيرون 10 أشخاص. 64 انت تدفع 65 راح تصير القاع لك لمدة 6 ايام، يعني هو يجوز يدفع اكثر منك. وقت ما ينتهي يعني وقت ما يخلص وقت المزايدة راح يطوك البيت لمدة 6 ايام. هسه احنا انطونا اياه او 5 ايام و10 ساعات. هسه هاي قدامكم شوفوها، هذا الوقت 5 ايام و10 ساعات، يعني مثل ما قلت لكم مزايدة لمدة يومين. اللي يدفع اكثر راح ياخذ هو يعني راح ياخذ هو القاع. وطبعا شباب اذا واحد دفع اعلى منك راح ترجع لك الذهب مالتك، اذا واحد دفع اعلى منك وما حصلت الذهب مالتك راح يرجع، واذا حصلت وفزت راح يرجعوا لك نسبة بسيطة. انا رجعوا لي من 85 ألف رجعوا لي 10 آلاف ذهب. طبعا شباب هاي هنا قدامكم الدبل مانور، خلي اراويكم من برا. هاي شوفون بيتين سوا، يعني فد شي والله مرتب وراقي يعني، بس حرامات لازم الذهب، بس اذا اتفاقوا بين الاعضاء وصاحب الكامب يعني ما راح يروح هو يذهب، يعني كل واحد 2000 كذا 6 ايام او 5000 او 10 الاف. طبعا شباب عندكم الحديقة هنا، أنا هاي موجودة، هاي حديقة هاي حديقة شريكتي وهاي حديقتي. ايه هذني هاي الحدائق هنا ورا البيت يصيرن. هاي شوفوا المساحة شكورها، يعني فد شي خرافي. هنا أنا اكو متجر ضافه، بس ما نروح لشي ودينا مشي. خلا اراويكم ذن البيوت اللي هنا قدام الدبل مانور. غير نفتح الباب، افتح. طبعا هاي هذا البيوت هنا قدامنا، خلي اراويكم اياهم. وضافوا بالتحديد ضافوا الدراجات ليفن سيتي، هسه هم نروح نشوفن. عندكم هذا البيوت هنا ضافوهن، هاكم شوف هذا، هذا واحد لو اثنين، هذا بس بعد ما جايب يعني شريكته. هذا قدامكم هن هذني ما يخص. خلينا نروح اراويكم الدراجات اللي ضافوها اللي بليفن سيتي. وهاي الدراجة الشباب اللي ضافوها هنا تلقوها بليفن يم ال يم البيت، يعني هاي تطي درايف وتتوكل السوق. بس يعني واحد لازم يتعلم، لان مو مثل يعني بابجي والشوارع ما ادري شلون هنا تعرفوها انتم. ليفن سيتي صارت لك دمار. طبعا ما لابس زرعاني للاحتياط. المهم شباب اذا اخذناها باهن، خلينا نرجع للبيت قبل. وهاي الدراجة مثل ما شفتوا.